السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا التعليمية، ومكملين مع بعض ملف العودة للمدرسة. النهاردة إن شاء الله هنعمل إعادة تدوير الجنس من بنطلون جنس قديم. هنعمل أسهل شنطة تنفع لدرس، لحضانة، لرحلة. يلا نشوف مع بعض بتتعمل إزاي ومحتاجين إيه. محتاجين مقص ومتر ودبابيس وبادج وبكرة وخيط والقماش طبعا، مولاعة وحبل اللي هنعمله لحزام الشنطة من ورا. واي بادج انتوا عايزينه، ده الشكل ده يرجع لكم، حاجة من اختياركم. اول حاجة هناخد المقاس، نحتاج مسطرة وقلم، والمقاس برضو يرجع لكم، وهنظبطه ونقصه. ودبابيس، لازم الدبابيس دي عشان الخياطة تبقى معانا مظبوطة، ما تبقاش معوجة واحنا بنخيط على المكنة. ادي الخياطة اهيت، وطبعا الحتة الزايدة دي احنا بنقصها في الاخر وبنسرفلها. ممكن تعملوها على ايديكوا، بس الافضل ان انتوا تخيطوها على المكنة عشان تبقى متينة وتستحمل الطفل، خصوصا لو صغير. الخياطة طبعا على الظهر، وعملت من فوق كده زي عروة علشان ادخل منها الحبل اللي انا هعمله واوصله من تحت، يعني في عروتين تحت اهمت، هوصلهم من فوق لتحت بالحبل. هندكك الحبل بدبوس او مسمار المتوفر عندكم من فوق، يعني من اليمين للشمال، يعني ندخله من اليمين يطلع من الشمال، اوصله للعروة اللي تحت، وكذلك العكس، يعني من الشمال لليمين اوصله بالعروة اللي تحت، يعني شايفين اهو من فوق لتحت. وبرضو اللمة التانية كذلك اهي متوصلة، يعني انا طلعتها من اليمين اهي جت من هنا ووصلت لتحت، واللمة التانية كذلك طلعت وبرضه اوصلها لتحت اهي. دي اللمة التانية، دي من يمية الشمال، ودي شكلها بقى قفلتها وفتحتها، يعني تشدي وتفتح، تفتحي وتقفلي، وبتاخد الحجم اللي انت عايزاه. المقاس ده برضه يرجع لك، عايزة تعمليه صغير، دي واخدة مذكرات كبيرة. البادج بقى يا اما تكويه يا اما تخيطيه، دي حاجة ترجع لك. وده بقى شكلها، والحبل متناسق مع الشكل البادج. يا رب تعجبكم، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات تانية وفيديوهات برضو حاجات للمدرسة مقلمة من الجنس ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.